كما شفتوا كان هذا الإعلان اللي رافق حملة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالدخول المدرسي، ومن الوجوه البارزة لدعم هذه الحملة ضيفتنا اليوم ملكة جمال الجزائر لعام 2018 نهاد. نهاد مرحبا بك في دير نيوز. الله يسلمك، شكرا لك على الاستضافة. وكما قلت انت شاركتي مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي حملة خاصة بالدخول المدرسي، نخليك انت تحكي لنا أكثر على هذه الحملة. هي كانت هي كل كما كل سنه نديروا حمله الدخول المدرسي. العام اللي فات درنا حمله، وين درنا حفل، جبنا فنانين كبار فكاهيين اللي داروا هذا الحفل الخيري، وفضل هاد الناس قدرنا نلمو مبلغ مليح وين قدرت نساعدوا بزاف ناس. وهاد العام ما كفاناش الوقت، الصيف وناس كامل كانوا فاكونس، وين درنا حمله في لي ريزو سوسيو، حطينا درنا دي زافيش وهدرنا على المدرسه، على الدخول المدرسي، على الحقيبه المدرسيه، ودرنا مام حتى الناس اللي ما يكونش عندهم دراهم يساعدوا، حتى لو كل راس واحد راح يساعدونا وراح تكون حاجه ايجابيه. يعني هي حمله لجمع تبرعات للاسر اللي ما عندهاش بالك الامكانيات باش تشري ادوات المدرسيه يعني لاطفالها، الاسر اللي يمكن محرومه، كاين اسر اللي كاين ناس فقراء جاو عاونونا انهم يمكن هما عندهم دخل شهري يقدروا يشرو، لكن ساعدونا يا لو كان مبلغ صغير، والاغلبيه ما حطوش مبلغ، اللي شراو ادوات وجابوهم لنا، وحنا عرفنا كيفاش نقسموا على المحافظ، وكان كان بزاف عائلات استفادوا من هذا المحافظ، ومازال باقي، مازال كاين عائلات، كملنا كاع العائلات بصح مازال عندنا المحافظ اللي مازال ما قسمناهمش، اي عائله محتاجه مرحبا بها. مبادره رائعه خصوصا مع غلاء الادوات المدرسيه. وكما قلت هذه الحمله كانت مع جمعيه شباب الباهيه، علاش خيروك انت نهاد باش تكوني الوجه الاعلاني لهذه الحمله؟ هي كنت انا اصلا كنت في عضو في جمعيه شباب الباهيه، لكن ما كانش عندنا الوجه او الشخصيه اللي تمثلهم في لي ريزو سوسيو ولا حتى في البرامج اللي نحضر فيها. يمكن انا كنت اكثر وحده اللي ناشطه في هذه الحاجه، خاصه لي ريزو سوسيو، باسكو الاعضاء تاع الجمعيه كل واحد فاش لاهي، كاين طبه معانا، كاين دي بروف، كاين دي ستوديون اللي لهاو. انا كنت تفرغت هذا الصيف لهذا الشيء، لاني فوت العطله الصيفيه هذه المبادرات، وماشي مع جمعيه شباب الباهيه فقط، انضميت لجمعيه اخرى. أنت بالإضافة على كل حال هذه الحملة، حملة جمع الأدوات المدرسية للعائلات المحتاجة، شفناك مؤخرا في حملات إنسانية عديدة كما قلت على مواقع التواصل الاجتماعي، زيارة للأطفال المرضى، علاش هذا التركيز وكأنه رد على الناس اللي ينتقدوا ملكات الجمال ما يشاركوش في المبادرات الإنسانية؟ هي ما كانش رد على الناس، لأني كنت من قبل تتويجي كملكة جمال الجزائر كنت عضو، وتبنيت لو كان ندي ملكة جمال الجزائر وكان نربح هذا اللقب راح نواصل في هذا الشيء، لان بزاف ناس قالوا لي راح تتكبري، راح ما تحبسي هذا الشيء، راح تحبسي من الجمعيات. تما وين زدت اكثر باش نبين لهم الصوره الحقيقيه لملكة جمال الجزائر، ماشي نهاد، للملكة، اي ملكة في كل العالم تقوم بهذا الشيء، وفي الجزائر هذا الشيء ما كانش تقريبا، يمكن كاين ملكة او اثنين اللي يقوموا بهذا الشيء. نتمنى لو كان يستفادوا من هذا التاج وهذا الشهرة يستثمروها في شيء خيري، في حاجة تاع خير، مبادرات، ويقدموا رسالة خيرية. إن شاء الله إن شاء الله كل الملكات يمشوا على دربك نهاد. على كل حال أنت بعد ما خديتي تاج جمال الجزائر لعام 2018 كنت ضيفتي وحكينا على مشاركتك وتمثيلك للجزائر في ملكة جمال العالم، اليوم خلاص ترشيحات نهائية وأنت راح تمثلي الجزائر فعليا، احكي لي انت كيفاش حتى اتصلوا بك ولا انت اتصلتي بهم، احكي لي على هذه الخطوه وعلى تمثيلك الجزائر في العالم. هي ما انا اتصلت بهم هم اتصلوا بينا. هي كل مسابقه في كل دوله تكون رسميه وتميز بالاحترافيه والشفافيه خاصه، ويكون الملكه تكون مختاره بكل صدق وعلى صفات دوليه عالميه، كيما كل ملكه جمال العالم كي نشوفو ما يختاروش الملكة على جمالها. حتى أول حاجة في الكونترا تاع ميس موند يحطوا أنه الملكة لازم تكون تهتم بالمبادرات الخيرية، ما يشوفوش غير الجمال الخارجي، يهتموا شوية بالطول، باللاتعي، يهتموا بالطريقة الكلام،
انترفيو، كاين دي تشالنج تاع سبور، الموهبة كذلك اللي لازم تكون حاضرة، تشالنج في بزاف حاجات. وكيفاش انت راكي تحضري لهاد المسابقة؟ انا ما بقاليش بزاف نقولكش ملي راني شوية مزيرة هاليامات، اني راني حاطة كل مجهوداتي باش نروح واجدة، خاصة في المشروع الخيري اللي راح نقدمه، اللي راح نكون سفيرة الجزائر في هاد الشيء. هي لو كان ترشح من افضل المشاريع الخيرية اللي راح نقدم، اللي راح تقدم عالميا، راح نكون في التوب 40، يعني عمر مرتبة عمر ما جزائرية وصلتها. كاين توب موديل تاني، راني نوجد لا ديمارش، نوجد لو سبور، نوجد بزاف حاجات والموهبه. وش راهو يقول لك احساسك في رايك انت راكي قادره انك تنافسي؟ طلعتي بالك على المنافسات في هذه المسابقه، كيفاش انت تشوفي روحك؟ راكي جديره باخذ لقب ولا المهم المشاركه وتمثيل الجزائر؟ هي انا المهم مشاركه وتمثيل الجزائر فقط، ما كانش البيت تاعي منها الاول. انا البيت تاعي نروح وندير كل المجهودات باش ندي لقب الجزائر، ماشي لازم إشاغ، لأن اللقب هي غير الكلاسمون، توب 40، توب 20، بوخوا با توب 5، ولا مرتبة في المشروع الخيري، لأن أنا مركزة أكثر على المشروع الخيري، وهي باش نكون متصلة مع البنات اللي راح يكونوا في ميس موند. أنا تصلت عام الوحدة ميس نيوزيلاند، ميس تونيزيا، أني تصلت بهم، حكيت بهم، وتوقع باش نتلاقى بهم. كل واحدة شفت كيفاش، واش هي نقاط الضعف تاعها ونقاط القوة تاعها، وشفت واش راهي تحضر. أكيد ديري خطة. خطة. بون نتمنى ما مشي يشوفوا فيها دروك باش ما يديروش كيفي. بون أني نتبع في كل واحدة فيهم ونشوف على كيفاش راهي تصير، واش راهي تحضر أكثر، وعلى واش راهي تركز. وان شاء الله فيها خير للجزائر، فيها تيتخ ان شاء الله، وحنا نتمنوا لك التوفيق، واكيد راح ندعمك باش تمثل الجزائر احسن تمثيل. انا لاحظت مؤخرا بالاضافه لهذه المشاركه العالميه وبالاضافه للحملات اللي كديريهم مؤخرا، وليتي وجه اعلاني بامتياز. شفنا ومضى اشهاريه للادوات المدرسيه، شفنا ايضا ومضى اشهاريه للحجاب. علاش هذا التوجه؟ يا علاش علم الاشهار؟ عالم الإشهار هما على حسب الناس اللي يجوا، اللي كاين اللي يجي يقول لي تمثل، كاين اللي دوموندي انيماتريس، كاين انا جو بريفير نروح في حاجه اللي نلقى روحي فيها، يعني المودلينغ ولي فوتو لي شوتينغ، ولا الإشهار يمكن نحس نفس الميدان تاع عروض الازياء اللي كنت فيه من قبل، سواء نقدم حاجه بروفيسيونيل فما كانش. وباش ندخل مجال اخر باغ اكزومبل التمثيل، ولا ما نقدرش باسكو ما نحش روحي فيه. الا درت فورماسيون كاش نهار اوكي، الا حسيت بلي عندي هذيك الموهبه ندخل هذاك المجال، ومجال اخر ان شاء الله نتمنى ندخل له ان شاء الله. نهاد مؤخرا ولا نشوفوا الكثير من المسابقات الجماليه اللي بالك تنظم بعد تنظيم ملكه جمال الجزائر، شفنا مؤخرا ملكه جمال الذهب والكثير من المسابقات. واش رايك في اللي ياخذوا اللقب؟ واش رايك في هذه المسابقات بحد ذاتها؟ انا ديجا جونكوراج هاد لي جون اللي راهم يديروا، سورتو لي جان اللي راهم يديروا هاد لي كونكور. تشوف ان جان عنده 22 عام 24 عام يدير هاد الكونكور ويكون هو لورغانيزاتور، وين يجيب دي سبونسور ويجيب دي كانديدات من كاع الولايه، صافي بليزير كي يدير هكا. بصح نتمنى، انا مانيش ضد هاد المسابقات ومانيش معاها، ماذا بيا لو كان يكون كاين احترافيه، لو كان يكملوا السنه مع الملكه. اغلب ملكات الجمال اللي رانا نشوفوهم في لي زيميسيون، ومن بعد ما كانش حتى تجي ملكه جمال اخرى السنه القادمه. انا نتمنى لو كان يكون كاين يداوموا معاها، يكون كاين كوتشينغ، دي كوتشي يتبعوها وين تعلم وتزيد تمد المجتمع، تكون اضافه للمجتمع الجزائري، ماشي ملكه جمال اشاخ وشهره ولي ريزو سوسيو. انت ما تحسيش بالمنافسه كي تشوفي 20 ملكه في الجزائر؟ ما تقوليش من المفروض انا ملكه الجمال الجزائر. هي ما نحسش بالمنافسه، نقول لك علاش. اني يمكن انا هي ملكه جمال الجزائر المسابقه الرسميه وراح نمثل الجزائر، وانا كي نروح نمثل الجزائر دوليا راح يقولوا لي شكون ملكه الجمال اللي كاين في بلادك، نوري لهم البنات الاخرين. حتى هما اول حاجه يسقسوا عليها واش داروا. انا منحش روحي في منافسه معاهم، اني كل وحده واش عندها رساله. انا رسالتي انسانيه، يمكن ولا وحده مازال ما طبقت هذا الشيء، ما دارت كيفي. بصح منافسه لا، ما عندهاش منافسه، انا نحسهم في دومين واحد معايا، صافي بليزير ليكونوا هكا.
صح، وهذه هي الروح الرياضيه في عالم الجمال. نهاد، قبل ما نختموا بالك حكينا على بعض مشاريعك، صح الاكيد انه عندك مشاريع واحد اخرى، نخليك انت تكشفي لنا على واش راكي تحضري بالاضافه لمشاركتك في مسابقه ملك جمال العالم. هي مشاريع الخيريه راح نقص منها شويه هاد الايامات، اني راح نكون مشغوله بمشروع الخيري الكبير اللي راح نقدمه، بيوتي ويذ بيربس، ملكة جمال العالم، اللي راح نبدا نعمل عليه غدا ان شاء الله. يعني اليوم الفكره اللي اليوم راح نخدم على الفكره هي كانت مكونه من قبل، لكن غدوه راح يبدا تطبيقها. وعندي شهر ونص، نقدروا نقولوا شهر ونص تاع توجات، تاع كمشروع خيري، كتالنت، توب موديل، كل ملكة جمال العالم لازم نكون جاهزة من كل الجهات. وبعد ملكة جمال العالم إن شاء الله في شهر جانفي راح يكون عندي عدة مشاريع أخرى إن شاء الله. يعطيك صحة نهاد، وبالتوفيق في كل هذه المشاريع المستقبلية، وإن شاء الله تاج جمال العالم يكون من نصيبك. وبعلم الجمال نختم هذا الموعد الثقافي لنهار اليوم. الأخبار أكيد متواصلة على قناة زير نيوز. إلى اللقاء.